حقيقة طالما هنالك منطلق لابد أن نتفق عليه، وهو طالما هنالك وقود لهذه الحرب واستمرار هذه الحرب في المنطقة الشرقية، وهنا أقصد بالوقود هم أبناء المنطقة الشرقية الذين يقدمون قربان لأسير الحرب خليفة حفتر والمهزوم عسكريا، وهذه من ضمن يعني الصفات التي سببت النكبة للكثير من الشخصيات التي كانت محيطة بهذا الرجل، بمعنى راهنت في البداية عليه واضطرت في الأخير إلى الانشقاق وهربت إلى بعض الدول الإقليمية منذ فترة طويلة حقيقة، بعض القيادات العسكرية في بداية تورطها في عملية الكرامة. لذلك طالما لا زال هنالك وقود من أبناء المنطقة الشرقية ذج بهم يجندهم في هذه العملية العسكرية التي يقودها فسيستمر، طالما هنالك بعض الدعم وبعض نعم الذخيرة يأتي إليه سيستمر. طالما هذا الرجل لا زال موجود على الحياة وموجود في المشهد في ليبيا والمجلس الرئاسي يعطيه المساحة من الوقت والمجتمع الدولي وكوبلر وغيره طالما يعطونه المساحة من الوقت فسيستمر نعم هذا الرجل. على